نبقى دائما مع الملتقيات العلمية، حيث نظم مخبر دراسة وتحليل السياسة العامة بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 نظم جلسة الدكتوراه في طبعتها الثانية. نعم، الجلسات هذه تهدف أساسا إلى مناقشة المشاريع البحثية لبعض طلبة الدكتوراه، يفصل فيها فاروق أهناني. نتابع. جلسات الدكتوراه تظاهرة علمية أكاديمية أشرف عليها مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3. تستقطب هذه الجلسات طلبة وباحثين من مختلف جامعات الوطن. هذه جلسات الدكتوراه هي ورشات عمل ممنهجة مرفقة بنوع من التدريب على الإعداد والبناء ومناقشة الأطروحة، إذا تسمح للطالب بعرض إشكالاتهم والأعمال تحهم الأولية الأساسية التي يعرضونها في المستقبل وتكون عمل نهائي. إذن نعرضوا الطلبة على أحسن الأساتذة اللي متمكنين من المواضيع ويقدموا الأعمال تحهم ويناقشوهم وتكون عندهم حتى تكون عندهم نظرة شاملة. جاءت هذه الأيام لتكوين طلبة الدكتوراه من أجل تشخيص أبحاثهم وطروحاتهم من خلال المناقشة مع أساتذة أكفاء في تخصص العلوم السياسية بشقيه العلاقات الدولية والتنظيم السياسي والإداري، بغية الوصول إلى تحديد مكامن الأخطاء إن وجدت في وأكيد ستكون موجودة في المشاريع الأولية لطلبة الدكتوراه. مناقشة المشاريع البحثية كانت تحت إشراف لجان مختصة لتقديم التوجيهات اللازمة والخروج بمشاريع بحثية قيمة. بالنسبة لهذا الملتقى نشكر الجهة المنظمة له، خاصة وأنه يتصل مباشرة بأطروحات الدكتوراه بالنسبة للباحثين ويعالج العديد من المواضيع، وبالتالي فيمكن القول بأننا استفدنا خاصة من توجيهات الأساتذة التي صبت في الجوانب النظرية وكذلك المنهجية. ورشات علمية كانت فضاء للنقاش وتحليل المشاريع البحثية خاصة من الجانب المنهجي. نحاول مساعدة الطالب في يعني يتقدم بمشروع البحث أو مشروع الدكتوراه لافون بروجي ليكون عنده مؤطر وأستاذ مرافق، ولكن احنا في إطار الجلسات نجمع كل طلبة تاع الدكتوراه بمشاريعهم ندرسوها نديروها في محاور ونحاول نوجهوهم منهجيا، وذلك من خلال تشكيل لجنة من الأساتذة المختصين في موضوع الأطروحة. جلسة الدكتوراه هي تقليد علمي موجود في كثير من جامعة العالم والمركز البحثية، وهي إطار لمناقشة مشاريع الدكتوراه بحيث المقبلين على إعداد أطروحات ومذكرات في مستوى ما بعد التدرج يسلمون مشاريعهم إلى المخبر، وهو ما يؤدي إلى مناقشتهم وتصحيح هذه المواضيع بشكل مكثف من قبل أساتذة وباحثين مختصين. المبادرة لاقت استحساناً وتجاوباً كبيراً من الطلبة المشاركين لانعكاسها الإيجابي على جودة التعليم العالي.